السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا بهذا الفيديو يا أخوان رسالة تخص كل المقيمين في تركيا وخصوصا السوريين والأجانب. بداية ضعوا إعجاب للفيديو وشاركوا هذا الفيديو عند أصدقائكم على الواتساب والأشخاص اللي بتحبون مشان هن أيضا يستفيدوا ويحطوا هاي الأمور بعين الاعتبار منشان المرحلة القادمة في تركيا. أخواني الكرام، هذا الفيديو يمكن يأخذ من وقتكم 5 دقائق، ولكن هذا الفيديو فعليا رح يكون فيه معلومات جدا مهمة وتحضيرات للمرحلة القادمة بالنسبة للسوريين أو الأجانب أو المقيمين في تركيا. ما بعرف كم شخص راح يشوف هذا الفيديو، يمكن 1، يمكن 10، يمكن 1000، يمكن 10,000، ولكن اللي بعرفه يا أخوان أنه في كتير أشخاص راح تستفيد من وراء هي الرسالة ومن وراء الأمور اللي عم أقدمها من خلال هي القناة. وبدي أتشكركم عن جد على تعليقاتكم الحلوة ودعمكم سواء بالفيديو يلي قبل هاد أو بالفيديوهات اللي قبلها. نحن اليوم يا أخوان بتاريخ 10/10/2022. بالواقع يا أخوان أنه في كتير أمور تغيرت عن أيام زمان. يعني اليوم يا أخوان إذا الواحد بده يتصل على شخص بأي بلد بالعالم بإمكانه يتصل فيه ويحكي معه مكالمة فيديو وكأنه هو موجود جنبه. يعني راحت أيام الحمام الزاجل والرسائل القديمة ما بين الناس. حاليا كل شيء عم يتطور، أكيد كلكم ملاحظين هذا الشيء. والأمر الهام جدا يا أخوان اللي لازم تحضروا له إنه بالأيام القادمة وبالفترة القادمة في تركيا رح يكون يا أخوان أغلب المعاملات بالدوائر الحكومية سواء للسوريين أو للأتراك أو للأجانب من خلال تطبيق الإي دولات. بالبداية يا اخوان، كم شخص بيعرف يستخدم الاي دولات؟ هل انتم بتستخدموا الاي دولات؟ بتحسوا حالكم عم تستخدموه بشكل مريح؟ هل بتحسوا حالكم عم تتعذبوا اثناء استخدام الاي دولات؟ شو مدى معرفتكم على برنامج الاي دولات؟ يا ريت كل شخص يا اخوان يكتب لنا بقسم التعليقات خبرته ومعرفته بهذا البرنامج. وطبعا في اشخاص لسه ما بتعرف برنامج الاي دولات نهائيا، ولكن الشغله المهمه اللي لازم يحضر لها كل شخص مقيم على الاراضي التركيه هي اتقان العمل على الاي دولات، لانه لا تستبعدوا بالفتره القادمه يا اخوان يكون موضوع مثلا تحديث البيانات عبر الاي دولات، لا تستبعدوا انه يكون موضوع مثلا التقديم على كتير امور عبر الاي دولات، جميع الاوراق الثبوتيه اللي لازم تستخرجوها احتمال كبير بالايام القادمه انه تكون عبر الاي دولات، وحاليا ايضا كتير امور صارت تستخرج عبر الاي دولات، يعني تخيلوا مثلا اليوم اصبح الشخص ممكن يقدم للتسجيل على منزل عبر الاي دولات، استخراج عنوان النفوس عبر الاي دولات، اذن السفر عبر الاي دولات، لا حكم عليه عبر الاي دولات، وطبعا عده أمور. بالمناسبة يا أخوان رح خليلكم بأول تعليق مثبت قائمة تشغيل تخص موضوع الإي دولات، كل شخص يا أخوان يطلع عليها، اللي حابب يستخرج أوراق ثبوتية في تركيا، اللي حابب يتعلم وياخد فكرة عن موضوع الإي دولات رح تشوفوها بأول تعليق مثبت. اليوم يا أخوان السوريين أو الأجانب في تركيا ممكن يكونوا مقيمين لسه 10 سنين، ممكن 20 سنة، ممكن 30 سنة، ممكن يقضوا طول حياتهم في تركيا، الله أعلم وأدرى، ولكن طول ما هذا الشخص مقيم على الأراضي التركية إذا تعلم وكسب هاي المهارات هو رح يستفيد. ليش رح يستفيد؟ اخواني الكرام، اول شيء رح توفروا على حالكم المال، ثاني شيء رح توفروا على حالكم الوقت والجهد، ثالث شيء رح تحموا حالكم يا اخوان انتوا انه ما تطلبوا من حدا والله خد استخرج لي اذن سفر، او بالله يا ريت تاخذ لي موعد بتحديث البيانات، انتوا هيك عم تشاركوا معلوماتكم الشخصيه عند الاشخاص. وبهي الحالة في احتمالية كبيرة انه يتم نشر صورة الكملك تبعكم عند عدة اصدقاء، وبهي الحالة من السهولة يتم فتح خط هاتف على اسمكم، وبهي الحالة المتضرر الاول والاخير عم تكونوا انتو. اخواني الكرام، بدي اوضح لكم شغلة كتير مهمة، انا شغلي الاساسي مو هو قناة اليوتيوب، انا اعمل مترجم بالمحاكم واقسام الشرطة، اكيد كتير منكم بيعرف هذا الكلام، ولكن هاي القناة يا اخوان انا عم اقدم من خلالها رسالة خيرية لاهلي واخوتي وللناس المقيمين في تركيا، فكل كلمة يا اخوان بحكيها باي فيديو كان هي كلمة مهمة لصالح الجميع، وما بحكي أي كلمة يا أخوان إلا بناء على تجارب واقعية على الأرض الواقع. كتير بيزعجني وكتير بيأسفني لما بشوف ناس عم تواجه مشاكل بالنسبة لهي الأمور أو غير أمور، ولكن النصيحة الأهم يا أخوان أنه الجميع يتعلم على هي الأمور، لأنه بالفترات القادمة يا أخوان فعليا في كتير أمور رح تتغير مشان تكونوا أنتوا أسياد نفسكم بالنسبة لهذا الموضوع. وصدقوني يا أخوان مو صعب عليكم أنه تتعلموا هي الأمور، لأنه في كتير ناس تعلمت أمور لسه أصعب من هاي الامور، وانتم قد وقدود وقادرين انكم تتعلموا هاي الامور وغير امور ايضا. ورساله هامه يا اخوان بنهايه هذا الفيديو لاهلي واخوتي وعائلتي بقناه تركيا معي اسهل، انه يا اخوان ابعدوا عن الامور المحبطه، ابتعدوا عن الامور اللي هي بتشوش تفكيركم، بتشوش حياتكم، بتخليكم اشخاص تعبانين نفسيا، بتخليكم اشخاص موترين، بتخليكم اشخاص قلقين. هي الضبابه الكبيره اللي عم تشوفوها اللي فيها تصريحات بما يخص السوريين أو بما يخص مستقبل السوريين كلها عبارة عن ضبابة مؤقتة
رح تختفي بعد فترة. وبالنهاية طبعا بتشرف انه الجميع يشترك بقناتي مشان تضل عم توصلوا الامور المفيدة والقيمة. رح تشوفوا ضمن هاي القناه امور جدا هامه وجدا مفيده. ان شاء الله نحن مستمرين بايصال رساله الخير المفيده والقيمه للجميع باذن الله تعالى. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.